ان شاء الله النهارده هنعمل معاكم وصفه هتخسسك وهتشلك الترهلات خالص. حتى هنعمل منها حاجتين، مشروب وهنعمل منها دهان، فبالتالي لازم تركزي معانا في الفيديو ولازم تتابعيه في الاخر، لان الوصفه بجد جنان. حتى المكونات اللي هتضاف على بعض انتم مش هتصدقوا ان هي بتعمل كده فعلا. فتعالوا بينا نشوف الوصفه ايه مكوناتها، وسهله خالص على فكره، وحاجات بناخدها يوميا بس ما نعرفش ان هم لو اتحطوا على بعض هيفيدوا جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف الوصفة ونشوف مكوناتها. بس يا ريت يا جماعة اللي مش مشترك في القناة ينزل يشترك، واللي مش فعل زر الجرس ينزل يفعله، واعملوا لايك للفيديو ده وشيروه، عشان بجد 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 فيديو جنان عن التخسيس وإزالة الترهلات نهائية. طب نبدأ كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نخش في المكونات على طول. نبدأ بإيه؟ هنبدأ بالكوب، وبعد كده هنعمل مساج، عشان كده ما تطلعيش من الفيديو، وحاولي تركزي في كل معلومة وفي كل مكون هقوله، عشان الفيديو مهم جدا جدا. هنبتدي بإيه؟ هنبتدي ناخد الشاي. أول مكون معانا شاي الأسمر عادي. شوفك انت بتشربي ايه بقى، نص معلقه او معلقه. انا هقول المقادير وممكن انت تغيري فيها حسب انت بتاخدي ايه. يعني مثلا الشاي الاسود دوت الاسمر ينفع الشاي مثلا التخسيس؟ لا، انا عملته بالصراحه بده. ليه؟ فكره الشاي الاسمر هنا ماده الكافيين اللي موجوده فيها من احلى المواد اللي بتزود معدل الحرق، لو انتوا ما تعرفوش. يعني الشاي لوحده في التجربة دي ملوش أي لازمة، بمعنى لازم يتضاف عليه. ما احنا بنشرب الشاي كل يوم ما بنخسش، ده احنا لا بالتالي ده احنا بيجيلنا فقر وأنيميا وغيره. لا، ما انا هقولك دلوقتي تعملي ايه. تاني مكون اللي هو خطير ومش هتصدقيه ازاي يتضاف على الشاي، ده احنا بنشرب كل حاجة لوحدها. لا هقولك تاني حاجة، هتضاف ايه بقى. زي ما احنا شايفين هي القهوة او البن، هنضيف قهوة أو بن على الشاي. والله بيتضافوا على بعض، ولو أول مرة ما تعرفيش المعلومة دي، لا ده هي دي بقى السر الخطير اللي أنا هقولك عليه. لو مشيتي بيه فعلا هتخسي، وعندك دهون متراكمة وعندك دهون عنيدة، كل ده هيتسيح، بس بشرط إنك تعملي اللي أنا بقولك عليه. يبقى حطينا معلقة شاي على معلقة قهوة، ضفناهم على بعض، برضو الاتنين فيهم معدل كافيين عالي، فبالتالي معدل الكافيين بيزود حاجة اسمها سرعة الايد، الايد اللي هي تمثيل غذائي، فبالتالي هتخسي اسرع واوفر واحلى كمان. ليه احلى؟ لانه بينحت الدهون المتراكمة في اماكن عنيدة وغيره. طب ناقص ايه؟ ناقص مكون برضو مهم قوي قوي في عملية التخسيس، وهو القرفة او الدارسين. طبعا كلنا جربناه، بس ما جربناهوش مع الشاي الشاي والقهوه. يبقى حطيناهم ثلاث مكونات: شاي، قهوه، درسين او قرفه. المعدل بتاعهم كلهم واحد، كل واحده معلقه كده ان شاء الله. فبالتالي هنضيف عليهم ايه؟ هنضيف عليهم، نعمل بقى المشروب بتاعنا. نضيف عليهم الميه بتاعتنا السخنه كده، وابدأ نقلب كويس. طب دلوقتي هي هنسيبها مثلا ايه تبرد شوية، تمام؟ لو سبتها تبرد شوية تغطي مثلا، عشان لو هتسيبها تبرد شوية بعد ما تقلبها كويس. لا ده انا هقلبها كويس بقى وام ابتدي اشربها. لو هتبتدي تشربيها على طول فبالتالي انت هتجيبي نص ليمونة وتعصريها لو هتشربها على طول. طب انا هستنى شوية، خلاص ما اعصرش الليمونة دلوقتي، استنى بالليمونة ولما اجي اشربها ابقى اعصر الليمونة دي. يبقى ايه؟ يبقى نعصر لو عايزه ليمونه كامله مفيش مشكله، نص ليمونه، لا نص ليمونه احسن عشان ما تبقاش الطعم كله معاك ايه متغير. طب الناس اللي هيقولوا طعمه متغير وكده، نعرف نضيف حاجه؟ ممكن تضيف عليه معلقه عسل ابيض مفيش منه مشكله، انما السكر لا، ممنوع تضيفي سكر. كده خلصنا اول مشروب معانا، اهي الليمونه اهي عشان ما ننساش الحاجه اللي بتضاف. واول مشروب معانا خلص، لو عايزه تسيبيه شويه سيبيه، وبعد كده ايه عصور الليمونه. طب يتاخد امتى؟ دي بتتاخد مره واحده في اليوم بس، مش على غيار الريق، عشان دي تقيله شويه، ده فيها شاي وفيها قهوه، ده هتبوظ لك الدنيا وهتبوظ لك معدتك. دي بتتاخد بين وجبه الفطار ووجبه الغداء، يعني اخدها امتى؟ افطري وبعد الفطار بساعتين كده ان شاء الله قومي واخداه، اشربي المشروب ده. طيب انا عايزه حاجه مثلا بطني فيها دهون، دلوقتي منطقه الارداف فيها دهون، المنطقه دي كلها عنيده وفيها دهون، اعمل ايه؟ جنب الوصفه دي لازم تمشي بالوصفه اللي اقولك عليها، او الدهان ده دهان مجرم او دهان قوي جدا جدا في شد الترهلات والتخسيس. مش بس كده، لا ده بيبايك كمان. طب هنجيب ايه؟ هنجيب برضو مكون السحر اللي معانا هو القهوه. هنجيب برضو نحط قهوه معانا،
نجيب معلقة كده حلوة من القهوة، نجيب معلقة قهوة كويسة برضو اهي. طيب ايه المكونات التانية بقى اللي هتضاف على القهوة هنا؟ هنجيب برضو قرفة، معلقة قرفة كبيرة برضو، ونضيفها على القهوة. يبقى مكونين هما، هنعمل بوم دهان موضعي، يبقوا قرفة والقهوة. طب هنضيف عليهم ايه؟ هنضيف عليهم سنة معلقة خل التفاح، عندي خل تفاح ضيفيه عليهم. تمام. طب بعد كده هنضيف ايه؟ بص بقى، في زيت، زيت جوز الهند، زيت زيتون، انا اسفه، زيت زيتون، بس تتاكدي ان هو زيت زيتون بكر وكويس وممتاز. وفي ممكن تضيفي زيت، زيت القمح، زيت اسمه زيت جنين القمح. انا عندي هنا زيت زيتون، فهضيف انا مقدار معلقه كده منه بس. هي دي المكونات، وهبدا اقلب عشان دلوقتي اقول لكم ازاي وامتى تاخدوه. يبقى كده المكونات الثلاثه، قرفه ومعلقه قهوه ومعلقه خل تفاح ومعلقه زيت زيتون. ابدا اقلب بقى كويس اهو. طب كويس كده، عملنا اهو اللي احنا عايزينه، وعملنا الدهان. الدهان ده يتحط امتى؟ الدهان ده لازم يتساب على الجسم لمده ساعه، يعني ما نامش بيه. لا ما تناميش بيه عادي، ممكن تدهنيه، بس شرط لمده الدهان ده هتعملي فيه حاجات كده مهمه. ايه الشرط؟ اول حاجه ان احنا قبل ما نحط الدهان دوت نكون غاسلين المنطقه دي كويس بميه دافيه او ميه سخنه. ليه؟ الميه السخنه هنا هنعملها قبل الدهان عشان نفتح المسام بتاع الجلد. فبالتالي اول ما تحطي الوصفه اللي معانا دي، مسام الجلد يبتدي يشتغل عليها وياخدها، يشتغل عليها وياخدها، فبالتالي هتخسس وتسيح اكتر. اهم حاجه على فكره من الوصفه انكم تعملوها صح. يبقى هتغسلي الاول بميه دافيه ازاي؟ بحته قطنه كده، تمام، وتمشي بشكل دائري، ثم بعد كده تحطي الدهان ده بشكل دائري، ثم عايزين نغطي المنطقه دي بكيس نايلون، او لو ما عندكيش ما فيش مشكله. طب لو عندك بقى حزام بطن برضو كويس، ما فيش مشكله. طب لو ما عندكيش خالص مش مهم، ما تحطيش اي حاجه يعني تلف بطنك بيها. هتسيبها لمده ساعه، بعد ما تعدي ساعه تقومي غاسله المنطقه دي بميه عاديه، ميه عاديه يعني من الحنفيه عادي، ميه دافيه، مش ميه دافيه بقى، ما احنا خلاص خدنا الميه الدافيه قبل الوصفه عشان تفتح المسام. فبالتالي هي دي الوصفه، هتداومي عليها تقريبا يعني 3 4 ايام والدنيا هتظبط معاكي. فهو سر خطير للتخسيس، واحده هتشربيها وواحده ايه هتدهنيها كده ايه كدهان موضعي. فيا ريت بقى لو استفدتوا يا جماعه، ما تنسوناش باللايك والشير والدعوات عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا جدا جدا ليكم.